لكل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية، نقدم لكم اليوم المعسكر التدريبي لبناء النموذج الأول MVP في مدينة الخبر لمدة 5 أيام متواصلة، يهدف إلى تمكين وإعداد رواد أعمال قادرين على إطلاق مشاريعهم من مرحلة الفكرة إلى النموذج الأول للمشروع، بالإضافة إلى انضمامهم داخل معسكر تدريبي مكثف يشمل 8 مواضيع مختلفة تساعدهم في بناء مشروعهم، كما يتضمن متابعة الفرق المشاركة أثناء وبعد المعسكر، بحيث سيتم متابعة المشاريع الفائزة لمدة 2 شهر وتوجيهها. بادروا بالتسجيل الآن.